السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، كيف حالكم وحال طيوركم؟ بما أن هذا اليوم يصادف يوم عرفة فيجب أن نردد هذا الدعاء، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن يا إخواني أخواتي، هذا هو الدعاء، فيجب أن نردده بكثرة. وتقبل الله منا ومنكم صيام هذا اليوم. بخصوص هذه الحلقة، إن شاء الله سأقدم نتيجة الوصفة التي قدمت لكم من أجل علاج تساقط ريش الطيور، لأنني وعدتكم عندما يعالج طائر سأضع لكم فيديو، لكنني نسيت، لهذا أعتذر منكم وأرجو تقبل اعتذاري. إذن يا إخواني أخواتي، سأريكم الطائر كيف أصبح لكي لا أطيل عليكم، لكن قبل ذلك يجب أن تروا كيف كان من قبل. شاهدوا جيدا، الريش غائب تماما في الرأس وحتى في العنق. وبعد تقديم وصفة الثوم والبيتادين والقنب الهندي، شاهدوا كيف أصبح، سبحان الله. فرق كبير بين ما كان عليه وما أصبح عليه. ولمن يعاني من تساقط ريش الطيور، سأضع لكم رابط حلقة العلاج في الوصف أو في أعلى الفيديو كما هو واضح. هناك إخوة وجدوا مشكلة في الحصول على أوراق قنب الهندي، بداعي أنها ممنوعة الاستعمال في العديد من الدول. لهذا يمكنكم استعمال حبوب قنب الهندي مكان أوراقه، لأن الحبوب تباع عند محل بيع مستلزمات الطيور. طريقة الاستعمال هي طحن قليل من حبوب قنب الهندي وإضافته إلى الوصفة. متابعينا الكرام، هذا ما كان في حلقة اليوم كنتيجة لما ذكرت سابقا حول علاج تساقط ريش الطيور. والحمد لله رأيتم كل شيء أمامكم بدون غش أو كذب. نلتقي في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.